صباح الخير، صباح النور. الفطور جاهز؟ بس على فكرة هيك عم تفسد لي أخلاقي. هذا الفطور مو إليك، هذا لبنتي. بلا شو؟ يلا أمري لله، وأنت كمان رح تاكلي معي. يلا كلي بلشي، دوقي هي ليك. ها دوقي. افتحي تمك. انه منيح وان شاء الله عن قريب رح يطلع ان شاء الله. اشفى امي، انا رح اوصلك على البيت. لا انا رايحه لعند اختك إلين. كيفها؟ منيحه؟ بعد كم يوم رح تفوت على المستشفى، دكاتره قالوا انه رح يولدوها قيصريه. عن جد عم تحكي؟ بتولد وبتقوم بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. شو رايك نروح لعندها؟ منروح، ليش لا؟ معناته منروح مع بعض. طيب لكان انا هلا بروح معكم وبعدين بروح بشوف نهال. لقيتها لنهال ابني؟ اللي بيدور بيلاقي يا سلطانة. معناته مبسوط كتير انت. ايه الحمد لله. يهنيك برجعتها. شكرا اختي. كتير متأذية؟ وشها شوي متأذية. شو صار له؟ خلينا نمشي. لا تاكل هم سهيل بيك، إلين خانهم قوية وحضرتك بتعرف منيح انها عنيدة كتير، ورح ترجع من المستشفى والبيبي بحضنها. لا تاكل هم. رح ترجع سليمان؟ طبعا رح ترجع. وصلوا. اهلا وسهلا حبيبتي. كيفك؟ انا منيحه. اهلين احمد. اهلين فيك. عيونك عم بيضحكوا. واخيرا غسان صح لما شفته ارتحت كثير. الف الحمد لله، والله فرحتيني امي. اهلين بنتي، كيف صرتي؟ انا والله صايره مثل البالون الكبير. مجدوده يا مدلله، شعرك طولان. يلا فضل. خلونا نقعد. كيفك سهل؟ الشاي جاهز. مجد خليتهم يعملوا لك من الكعك اللي بتحبه. وفي اكلات طيبه. هي شوي شوي. سليمان كيفك حاله؟ تعال اشرب شاي معنا. لا عندي مشوار صغير. خذوا راحتكم، بروحوا برجع بسرعه. لك إيلين صاير بطنك مثل البالون. شوي شوي. مرحبا، يعطيكم العافية. تفضلوا. أهلا وسهلا، على مهلك. أنا رح بلش. يلا بلش. صحة وهنا. يسلموا. تفضلوا. شكرا إليك. صبر لك من هاي. أي يسلموا ديك. إيه إمتى قرروا يدخلوكي على المستشفى؟ بعد 3 أيام. بعد 3 أيام رح أحمل بنتي بحضني. إن شاء الله يا روحي. أمي خبرتوا لبابا أني بدي أقولك؟ لا والله يا بنتي، لسه ما صح لنا نحكي معه ونخبره. أبوكي متورط بمشكلة كبيرة. شو عامل هالمرة؟ كنان ما غيره، هو مصيبتنا السودة. إيه أبوكي خطف له أمه.
وليش لحتى بابا يعمل هيك عملة؟ شو السبب؟ كينان متعلق بأمه كتير. أبوك يستغل هالشي لحتى ياخد شوية مستندات مهمة مقابل يرجع لأمه. رح يرجع يتورط بالمشاكل. أبوك طول عمره عايش بالمشاكل. بس هالمرة ما حدا له الحق إنه يلومه. يسلموا ايديكم، الاكل كتير طيب. عجبكم؟ طيبين كتير. صحة طيبين. صحة. انا اللي عطيتهم العياراتها. عم قول نفس الطريقة اللي بعملها. انا اجيت. اهلا وسهلا. من وين بعت لنا انت؟ عمو سليمان اخذ لي اذن من المدير وجابني. يا عمري انت. اوه هالايام صار الكعك والاكلات الطيبه يتاكل من دوني. تفضلي يا فصعون، كل معنا. تعال جنبي، يلا تعال شوف. تعال يا ازعار، انت خبرت ستك انك رح تجي لهون؟ احنا على البيت وخبرناها. اليوم بالمدرسه كان في مسابقه معلومات وطلعت الاول على الصف. برافو. برافو عليك بطل. مالك الشغلة تعبدها بوسة كبيرة. ايه والله بيستاهل. لك يوم بوري. ماما بعدي عني عم تقوليني مثل ما بوصل لولاد صغار. وليكو كمان شاهدوني. مين عطاك هي؟ استاذي. مبروك. حلوة كتير على فكرة. يلا لشوف، خلوني صوركم. بس اول صورة رح تكون لاختي ايرين وسهيل. دقيقتين المربى وتفصل فواكه من البستان. كثير طيب حبيبتي. اذا بدك بعلمك بعدين كيف بتعملي. ايه ماشي. بس لا تصدق اياه، يمكن مو هي اللي مساويته. والله شو اسكت انت. عن جد يسلم. صح والله اختك صايرة ست بيت. لك انا من زمان عندي مواهب بس انتم ما بتعرفوا. إيلي انا ما كنت بعرف. شو ما صار معك خبرونا. اكيد ماما. شكرا صغري. اهلين مجد. يا روحي انت. انتبه على حالك. ايه امي. الله معكم. امي أنا تأخرت على نهال وصار لازم روح. صهري أحمد رح يوصلكم. طيب ماشي، أصلا بدنا نروح على المستشفى. دير بالك. شكرا على كل شيء. خاطرك يا ابني، شو ما صار معكم خبرني. يلا صورنا عثمان. فورا رح خبر. ماشي ابني، إن شاء الله في سلامة. مع بناتي. تمام يلا أشوف. مع السلامة. يلا معك. باي إلي. يلا باي سهيل. باي. الله معك. يسلمكم.